صباح الفل أحسن، إن شاء الله نهاركم زين والحظوظ ذي كبيرة، اترافق خطوتكم وصباح الأخبار السارة والبهجة. هوني نحكيو على الفرحة البرج الحمل، نهاير الحظوظ ذي كبيرة، راهي تتقرب المسافات وعنده لقاء مهم باش يكون مع الحبيب. الثور عنده خدمة جديدة تتحقق الأحلام، مرتاح هو يا أحسن الحمد لله، والعلاقة جديدة راهي تنور له حياته، تتراجع زيدة هيك الطاقة السلبية وجديد باش يكون في ثنية. إيه اللي جوزي قرارات جديدة ترجع لك بالفايدة والمكاسب المالية. نتعدي ونحن للسرطان اللي يعيش الحب وأجواء الخير، راهو عنده اللمة وإن شاء الله يا ربي أياماتك كلها فرحة. ومولود اليوم من برج الأسد اللي نتمنيه له كان الخير والسعادة، هو راهو عام الضحكة اللي تملى حياته، وعنده برشة جديد حب يعمل الكيف، وكيف كيف زاد باش يكون ارتباط في المستقبل القريب. إيه العذراء يستنى فيه مبلغ مالي مهم، كيف كيف زاد بشراء النور على قريب، والفلك يحكي على سفرة، يحكي على خدمة جديدة والموافقة مطلوبة الوقت هذا بالذات. وكان على برج الميزان عنده قرارات جديدة، أجواء عاطفية أكثر من ممتازة، عنده تطور ملحوظ، عنده سعادة ما كيفهاش. إيه العقرب فترة المكافئات المهنية، معنوياتك إن شاء الله يا ربي تكون ديما الفوق، راهو عندك برشة جديد مهنيا والترقية باش تكون من نصيبك. القوس هي راهي فما راحة، أجواء ممتازة، كيف كيف زاد راهو الخير باش يطل عليك. كيف وكيف برج الجدي راك تعيش أوضاع عاطفية وعائلية ما كيفاش، تتغير الأحوال على الفترة السابقة وتتطور العلاقات وتدخل في علاقة حب اللي باش تكون خيالية. ادالو أخبار عاطفية تعمل الكيف، والأيامات الجاية نحبك تستنى الهدية. ونختمو مع الحوت، فترة مهنية واعدة، عنده برشة جديدة على الصعيد العاطفي والزواج. نعم هوني نحكيو على الزواج باش يكون في القريب العاجل. دقيقة حمد.